غضب وزير النقل السابق ورئيس لجنة الخدمات النيابية الحالي كاظم فنجان من سؤال أحد الصحفيين عن سبب تردي الكهرباء، حيث قام بالاعتداء اللفظي على الصحفي كما قام بتوعد الصحفي وبتهديده. فنشاهد. ما هذا شيء بعد كل خبث، سؤال ممتلئ والله، سؤال كله مش طبيعي. وان رجاء الصار ما يطلع نهائيا.